تعتبر شركة ABM ديستريبيوشن بتطوان من بين أهم الشركات الموزعة للمواد الغذائية بشمال المغرب. وتمتلك الشركة أسواقاً كبرى عبارة عن سوبر ماركت بمساحة شاسعة وفي مواقع استراتيجية بكل من تطوان ومرتيل للتسهيل على الزبناء اختيار ما يناسبهم. السلام عليكم، معكم جيهان من سوسيتي ABM ريسبونسابل كوميرسيال. حنا كنتميزو بزاف د الحاجات، كونكوا كنتعاملو مع لي كليون لي بلي كوني في تطوان وفي مرتيل والنواحي، بحال مثلا اجي عنيف بوندي اوتيل شامس، لي زوتيل الكبار اللي كاينين هنا. كان السبيسياليتي ديالنا لا ليفريزون دي برودوي اليمونتير، يعني توسكي سبيسياليتي اون ريستورون. كون مقدم ابراهيم ديريكتور ديال لا سوسيتي ABM ديستريبيسيون، وعندنا واحد العدد ديال الفروع، عندنا فرع في مارتيل، عندنا في تطوان. كنمتازو بالسبيسياليتي ديالنا ديال لي فورماج، ديال لي شاكوتري، ديال لي صوص ديال لي تاكوز، ديال الخبز ديال التاكوز. المهم اهم حاجه يعني كنهتمو بشي حاجه ديالنا حنا، يعني باش كنحاولوا ما امكن ديما كنمشيو مع الجديد. ويتميز سوبر ماركت بجميع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها وأشكالها وأحجامها، كما يتميز بتنوع المواد المستهلكة بأسعار تنافسية وجودة عالية. سوبر مارشي كنجيلو دائما، انا في مارتيل ساكنه، وبعد خطرات كنصيفط ولدي الصغير، يعني الناس كيتعاملوا معنا مزيان وبحال الاهل ديالنا، يعني ماشي بالموده وما يعني كتحس انهم كتعرفهم يعني وعادي، وكنلقاو داكشي اللي بغينا والاثمنه كلها مزيانه. معكم مادموزيل خديجة ريسبونسابل سوبر مارشي مالتيب، مرحبا بكم معنا. وبالمناسبة ديال رمضان الله يدخلوا عليكم الصحة والعافية، بغيناكم تشاركونا لي بروموسيون اللي كنديرو. ويعرض سوبر ماركت مئات المنتجات من مواد غذائية ومشروبات طبيعية وغازية ولحوم طرية وأسماك معلبة ومنتجات الألبان والشوكولاتة، بالإضافة إلى منتجات عديدة لا حصر لها. السلام عليكم، هذا هو البوان دو ديالنا ديال السكنه تاع المير، هذا التتمه ديال سوبر مارشي مارتيل. هذا جاني في الموقع استراتيجي يعني في السكنه تاع المير، يعني قريب يعني من جميع البلايص، قريب على الولايه، قريب اي حاجه يعني كيبغيها الكليان كيجي كيلقاها عندنا هنايا. كنحاولوا ما امكن الانسان يكون عنده احسن حاجه يعني اللي كاين، احسن الخدمات اللي كنقدموا للكليان، الحاجه اللي بغاها كي واخا كيوسع على شي حاجه كنجيبوها لو سير كوموند. والسبيسياليتي ديالنا هي هذا، الحمد لله كنرضيو الكليان اي حاجه. حنا دابا تبارك الله 30 عام في السوق، ماشي اليوم عاد وداك الشيء، الحمد لله راه شي عندنا في الدم في العرق يجري.
عليكم مبروكة رمضان كريم. انا ملي كليون ديال هذا السوبر مارشي كيعجبوني لي بري اللي فيه ديما الحوايج اللي ما كنبغيهم ديما كنلقاهم هنايا. يشهد سوبر ماركت إقبالا كبيرا من طرف الزبناء الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لشراء كل ما يلزمهم من حاجيات ضرورية لحياتهم اليومية. معكم صاحب سنك رؤيا. كيعجبني تقدم لنا الأثمنة مزيونة ناحية الفريت يعني الرغيف حتى هو لي صوص تون مسائل يعني اللي كل شيء يعني اللي كنحتاجو كنديوها من هنا الحاجة مزيونة بأثمنة المناسبة. حد ديالنا ماشي بخير واحسن جوده والحمد لله وكل شيء ماشي متيسر وعندنا افضل الكليان وما خصنا حتى شي خير. وقد وضعت إدارة سوبر ماركت فريقا احترافيا من المستخدمين يعملون ليل نهار على تقديم خدمات جليلة للزبناء بلباقة مع حسن المعاملة. معكم ايمن ريسبونساب ديال سوبر مارشي ديلال. كنتمنى من الله عز وجل يكون عجبكم الفيديو ونال الاعجاب ديالكم وكنتمنى ان شاء الله تزورونا في المحل ديالنا. رمضان كريم ومرحبا بكم. فمرحبا بكم في سوبر ماركت الخاص بشركه ABM ديستريبيوشن تحت شعار مساحه اوسع لتسوق افضل.